مكان تابوت عهد الرب حاليا فين؟ أسئلة كتيرة بتدور حوالين المكان ده، وناس كتيرة بتتساءل فين تابوت عهد الرب؟ بعد العودة من السبي ملوش أي ذكر، إلا في حاجة بسيطة هتكلم عنها كمان شوية صغيرة، لكن ما نلاقيهوش في كتابات ما بعد السبي مباشرة. لا نلاقيه في كتابات لعزرة ولا نحمية ولا ما بعده، ولا نلاقيه في العهد الجديد في الأناجيل ولا في أعمال الرسل، يعني في زمن المسيح ولا في أعمال الرسل. بل عزرا كمان نفهم من كلامه، لأن هو بيقول لنا قائمة للحاجات اللي رجعوها، ما يقولناش فيها تابوت عهد الرب، يعني بكل تأكيد التابوت ما كانش في السبي ولا رجع من السبي. ده في سفر عزرا إصحاح 1 عدد 7، ويقول والملك كورش أخرج أنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر. يعني نبوخذ نصر الحاجات اللي أخدها حافظوا عليها بابل، لما جه كورش الفارسي رجعها بالكامل لليهود. فيقول الأنية اللي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثراتس الخازن، وعادها لششبصر رئيس اليهود، وهذا عددها 30 طسطا من ذهب و1000 طسط من فضة و29 سكينا و30 قدحا من ذهب وأقداح فضة في من الردة الثانية 410 و1000 من أنية أخرى، جميع الأنية من الذهب والفضة 5400، الكل أصعده ششبصر عند إصعاد سبي من بابل إلى أورشليم. فهو بكل تأكيد ما كانش موجود في الحاجات اللي أخدها تابوت نبوخذ نصر ورجعها قورش، وما كانش موجود في الهيكل التاني. أيضا يوجد كتابات تاريخية تؤكد نفس الأمر، يعني في كتابات رومانية من زمن بومباي الروماني بيقول قدس الأقداس ده حاجة غريبة، عبارة عن غرفة غامضة خاوية تماما لا يوجد بها أي شيء. الهيكل الثاني وليس هيكل سليمان، طبعا كان فيه تابوت عهد الرب. الهيكل الثاني اللي اتبنى بعد الرجوع من السبي لم يكن فيه تابوت عهد الرب. الهيكل الأول بتاع سليمان كان فيه تابوت عهد الرب، الهيكل الثاني لم يكن فيه تابوت عهد الرب، اللي بعد اللي هو هيكل زربابل وهيكل عزرا ونحمية اللي اتبنى بعد الرجوع من السبي. أوكي؟ يقول البعض في الأيام إن هو لم يظهر، ولكن البعض بيقول إن هو ظهر، البعض بيقول لا ده فعلا قعد مستمر وموجود في أثيوبيا، البعض بيقول في أورشليم، البعض بيقول في أوروبا، البعض بيقول في غيرها من في أفريقيا وغيرها من الكلمات اللي أقبله اللي قاله الكتاب المقدس، وده هخليه في الآخر. قصص عن مكان تابوت عهد الرب. قبل ما ابتدي أقول القصص دي أوضح إن بالنسبة لنا تابوت عهد الرب كان يرمز للمسيح، فده كان رمز يرمز لإيه؟ للسيد المسيح. متى جاء المرموز إليه بطل الرمز. تابوت عهد الرب يرمز للمسيح، المرموز إليه المسيح، المرموز إليه جه، فإحنا بالنسبة لنا للمسيحيين بطل الرمز خلاص. اللي يهمنا المسيح، ما يهمناش تابوت عهد الرب. ما فيش حد مسيحي محتاج يتوه نفسه ويحتار ويفضل يدور ويبقى مهتم ويشغل الشاغل فين تابوت عهد الرب. لا، دور فين المسيح، في قلبك فين. لكن ناخد القصص دي مع بعض وندرسها كناحية تاريخية فقط. قصة قالها عالم الآثار رون وايت، والحقيقة رون وايت يعني ليه مصداقية عالية جدا، وأنا أحترم هذا الشخص جدا، والحاجات اللي اكتشفها روائع، زي فلك نوح ومكان عبور شعب إسرائيل وغيرها، فهو بالنسبة لي ليه مصداقية عالية. وقال إن هو اكتشف تابوت عهد الرب في غرب أسفل جبل الجلجسة تحت موضع الصليب، ورآه بعينه من خلال نفق حفره محدش شافه غيره، وشاف الملائكة، والملائكة هي اللي شالت الغطاء تابوت عهد الرب ليه وطلعوا له لو حي العهد، وتمكن من أخذ عينة من الدم وتحليلها في أحد معالم الأورشليم وغيرها من التفصيلات. الحقيقة ما استطعش لا أكذب ولا أصدق هذه القصة. ورغم أن رون وايت مصداقيته عالية جدا كعالم أثار، اللي أنا أقدر أميل أن أنا أقول القصة دي توصف برؤية أكتر من كونها أن هي حقيقية. معايا؟ فيما عدا موضوع الدم اللي ما عرفش انتهى فين، لأن رون وايت للأسف بعد الموضوع ده رحل بفترة قليلة.
فلذلك لو بقول أنا أرجح إيه رأيي الشخصي، أرجح إن هي لا مش حاجة حقيقية، وتابوت عهد الرب مش موجود مكان، ده احتمال تكون رؤية ربنا وراها له، وربنا قادر على كل شيء، حصلت فعلا معاه الرؤية اللي بيحكيها بأمانة وبمصداقية، ولكن هي رؤية. ده أولا. البعض بيقول إن هو في كهف جبل الهيكل، وطبعا خلي بالكم حضراتكم جبل الجلجسة يختلف عن جبل الهيكل، دول مختلفين عن بعض. الكلام ده تلاقوه زي أحد كتب اليهود اللي هو قدام حضراتكم، في بعض الكتب التانية اليهودية تقول تفصيلا أو بعض الوصف لهذا الأمر، يقولوا إن الملك يوشيا ملك اليهودية أخفاه في كهف أسفل البيت مكان هيكل سليمان. الملك يوشيا قبل السبي بفترة أخفاه أسفل البيت، المكان ده كان مكان معده سليمان لإخفاء التابوت، ما استخدموش ولكن استخدمه الملك يوشيا. الكلام ده موجود في التسفيتة من الكتابات اليهودية القديمة جدا، حتى من أوائل الكتابات قبل التلمود، أو هي تعتبر الصورة الأولى للتلمود المكتوب، وآدي المرجع اللي يحب يرجع له هيلاقي الكلام ده برضه موجود في التلمود البابلي أهي قدام حضراتكم. أيضا التلمود الأورشليمي في شكلين فصل 6 هالخالة 1 قال أنه قد أرحل أو قد رحل معكم إلى بابل ولم تعدوه مرة أخرى، بل اخدموا إلهكم وشعب إسرائيل. ولخص أقوال الرباي ديفيد قمحي في تفسيره للفصل ده، بيقول الحاخامات بتوعتنا المباركين فسروا أنه قد تم إصدار أمر لحفظ التابوت، لأن لو راح السبي ما كانش هيرجع، فحتى ما يحصلوش إشكالات في الشتات أثناء السبي يعني. فقالوا إن كان حجر مقدس، الحجر ده موجود في قدس الأقداس في غربه، كان موضوع عليه التابوت وأمامه جرة المن وعصا هارون، وفي أثناء قيام سليمان بناء الهيكل وتوقع خرابه فيما بعد بنى مكان تحت الحجر ده ليتحفظ فيه التابوت على عمق وبشكل متعرج، وهذا الحجر كان يغطي هذا المكان. ويشياهو اللي هو يوشيا يعني الملك أمر وحفظ التابوت في نفس المكان الذي بناه سليمان، حيث قيل سلموا التابوت القدس واحفظوا مع التابوت عصا هارون وجرة المن وزيت المسح، زيت المسح القرن المسح المقدس. وبما لم يتم العثور على تابوت العهد لذا لم يكن في الهيكل الثاني تابوت، لكن هو كان مستخبي تحت الهيكل الثاني. القصة دي برضو ما لهاش دليل، وما اعتقدش ان هو كان يعني لما يجوا يبنوا الهيكل التاني ما كانش هيدوروا على الاقل في الحجارة اللي تحت تابوت عهد اللي تحت قدس الاقداس القديم. ايضا البعض قال ان هو في كهف بالقرب من البحر الميت، ادي المرجع اللي بيقول الكلام ده. البعض قال ان هو راح لبابل ومرجعش واختفى هناك، ده احد الاقوال ايضا لليهود. منها مزاعم أخرى إن هو عند المسلمين حاليا أصحاب المذهب الشيعي، فهو موجود مع المهدي المنتظر اللي هيطلعه من بحيرة طبرية ويحتوي على مواريث الأنبياء، طبعا ده كلام خرافات إسلامية لا أقبلها. أيضا يوجد قصة أصفها حسب مفهومي إن هي سامحوني إن أنا أقدر أقول عليها أسطورة بنيت على حاجة قديمة ولكن ليست حقيقية بالكامل، إن هو موجود حاليا في الحبشة أو في إثيوبيا يعني. القصة بتقول إن سليمان تزوج ملكة سبأ وأنجب منها ابن اسمه من ليك أو من لايك. من لايك ده نقل تابوت عهد الرب، البعض بيقول إن هو نقل نسخة من تابوت عهد الرب، فلو طلع فعلا في تابوت قديم هو هيبقى نسخة وليس الأصلي، إلى إثيوبيا. ومن ذلك الوقت هناك مجموعة سرية من الكهنة تعود جذورها إلى أن هم من اللاويين، تحرسوا من جيل إلى جيل في الكنيسة دي في أثيوبيا. كنيسة اسمها كنيسة سانت ميري تشيرش في أثيوبيا. الصورة دي اللي قدام حضراتكم اللي شايف معايا في اليوتيوب. وده المكان اللي جنب الكنيسة المفروض ان هو بيتم حراسته، وللمفترض ان هو فيه تابوت عهد الرب اهو ايضا قدام حضراتكم اللي هو المكان ده. ده لو حد راح مش ممنوع ان هو يدخل جوه، ولكن المكان ده هو المفترض ان فيه تابوت عهد الرب.
وتسمى The Chapel of Tablet. دي بنيت سنة 1270 ميلادية. الحقيقة محدش شاف تابوت عهد الرب بعينيه الحقيقية وطلع مصوره أو اتكلم عنه، لكن في 25 يونيو، وده أكتر حاجة سببت ضجة لو حد الناس تفتكر، سنة 2009 بطريرك الأحباش الأرثوذكس اللي هو أبوني باولوس قال إن هو هيعرض على العالم في اليوم التالي تابوت عهد الرب اللي بقى محفوظ في أثيوبيا طول الفترة دي كلها، والكلام ده اتنشر في الموقع اللي قدام حضراتكم ده. لكن اليوم التالي اللي هو يوم 26 يونيو 2009 قال البطريرك إن هو مش هيكشف عن التابوت ولكن هو يؤكد وجوده. وادي المرجع اللي نشر فيه هذا الكلام اللي قدام حضراتكم. والقصة بتقول إن اللي هو من لايك ده جاء لزيارة أبو سليمان، وحاول أبو سليمان إقناعه إن هو يقعد معاه وعدم ما يرجعش لإثيوبيا، ولكن ومنحه ذهب ومجوهرات ومال كثير، ولكن من لايك ابن ملكة إثيوبيا وابن من سليمان يعني المفترض لم يقتنع وأصر إن هو يرجع الحبشة. فأعد سليمان حاشية من بني إسرائيل لمرافقته إلى إثيوبيا. كانت الحاشية دي تتضمن بعض من رجال من نبلاء وأشراف القدس، وكان منهم كهنة ولويين كثيرين ونبلاء أثيوبيا هم نسلهم، وقد تبنى يهود أثيوبيا أجزاء من المأسورات دي. ولاحقا حسب كتاب اللي هو كابرا نيجيشت، منح الملك سليمان لمنليك نسخة معمولة من تابوت عهد الرب ليس الأصلي، لكن صدوق الكاهن اللي رافق منليك ده بدل التابوت الأصلي بالنسخة المقدسة، بالنسخة التابوت بدل النسخة اللي واخدها منليك وراجع بدلها بالأصلي، فمنليك ده رجع بالأصلي. وبعد أن اكتشف سليمان الخديعة قعد يبكي وراح اشتكى لزوجته ابنة فرعون، واللي عشان قعدت تواسيه واستغلت الموضوع ده إن هي تغريب عبادة آلهة مصر. وفي الوقت ده وصل منليك إلى أثيوبيا مع الحاشية الضخمة ومعها تابوت العهد، وبعد كده شن منليك ده عدة حروب عسكرية وكان دايما التابوت معاه وانتصر في الحروب دي، ولم يستطع أحد ينتصر عليه، كل شخص هاجمه احتل. والكلام ده موجود في كبرى نكشيت الفصل 94. سبب عدم اقتناعي بالكلام ده جملة وتفصيلا، أولا الكتاب المقدس بيقولناش إن سليمان تزوج ملكة سبأ، الكلام ده غير حقيقي وغير كتابي. ثانيا الكتاب المقدس وضح لنا عن وجود تابوت عهد الرب بعد سليمان لغاية زمن أرمية، الكلام ده أساطير ما ينفعش. لذلك أقدر أقول أسطورة قد يكون فيها حقيقة واحدة بس، وهي إيه الحقيقة دي؟ قد يوجد فعلا نسخة من تابوت عهد الرب في إثيوبيا، نسخة وليس الحقيقي. فلو وجد شيء في إثيوبيا هيكون نسخة من تابوت عهد الرب معايا. قصة تانية بتقول شيء مشابه، إن التابوت تم تهريبه في أيام منسى ملك إسرائيل من الهيكل إلى مصر والمكان اللي يسمى بئر الأرواح، وأخذ إلى جزيرة في الجنوب تسمى اللي هي جزيرة في بحيرة تانا، جزيرة تقع على نهر النيل يوجد بها معبد يهود. ووافق الزعم ده إن هو المفترض إن فيها المعبد هناك ده. بعد كده انتقل التابوت من هناك، راح لكنيسة مريم في القديسة مريم في مدينة اكسوم اللي هي في اثيوبيا. ادي مرجع بيقول القصة دي، فما بيقولش القصة الأولانية ولكن بيقول قصة تانية. كتير من علماء الآثار حققوا في الموضوع ده شرقيين وغربيين ورفضوه، على سبيل المثال المرجع اللي قدام حضراتكم. البعض يقول ان هو بقي في مصر وهو نفس التابوت المكتشف في مقبرة توت عنخ آمون المنسوب لأنوبس اللي هو صورته قدام حضراتكم ده بالعصاوين، أكبر لكم الصورة شوية صغيرة ده، برضو لا أقبل القصة دي أيضا لأن طبعا ده تابوت فرعوني لا ينطبق عليه مواصفات تابوت عهد الرب.
وأيضا رفض الكلام ده علماء كتير من علماء الآثار زي المراجع اللي قدام حضرتك. أيضا قصة أخرى إن هو في جنوب أفريقيا في قبيلة اللمبا أو مع قبيلة اللمبا في زيمبابوي اللي هي وسط جنوب وسط أفريقيا في ما يسمى ببقايا أسباط إسرائيل، قبيلة اللمبا اللي بيقولوا إن هم ينتموا إلى سبط لاوي اللي موجودين في زامبيا اللي فروا لأفريقيا وحملوا معاهم التابوت وأخفوه في كهف في جبل دومغي. ده برضو أعتقد إن هي قصة أسطورية، ولو معاهم هيكون معاهم صورة وليس الأصل، ريبليكا يعني. البعض بيقول إن هو لما خدوا التابوت الأصلي إلى زامبيا اتدمر ذاتيا، ولكن اللاويين أخدوا المتبقي وصنعوا تابوت خشبي يشبه الأصلي، وهي النسخة دي اللي اكتشفها هارولد في أربعينات القرن الماضي ووضعت في متحف هادار، وأخذوا عينة من الخشب وتحللت بالكربون المشع وأعطت عمر 1350 سنة، يعني سنة 1350 ميلاديا اتصنعت. فتاني هي ريبليكا اتصنعت في العصور الوسطى. قصة أخرى إن هو في أوروبا في كاتدرائية في فرنسا، ولكن أخذ منها من فترة، آدي المرجع اللي بيقول الكلام ده. أيضا يقال إن هو أخذ إلى روما ووضع في كنيسة القديس يوحنا، ولكن مع حريق الباسيليكا اختفى. أيضا قصة مشابهة إن هو في إنجلترا في أمريكا في أيرلندا، كل القصص اللي أنا قلتها حتى الآن دي مختفية، دي خطأ. طب ليه أنا بقول بثقة إن كل القصص دي خطأ، ولو يوجد شيء يوجد حد صنع نسخة بناء على وصف الكتابي لتابوت عهد الرب؟ معايا؟ لأن الكلام ده موجود في الكتاب المقدس. نلاقي فيه قصة موجودة في الأسفار القانونية الثانية، سفر المكابيين الثاني، قصة اختفاء تابوت عهد الرب. ودي تتفق مع العهد الجديد وهندرسها ازاي. يقول في سفر المكابيين الثاني إصحاح 2 بداية من عدد واحد، وحتى اللي هياخده ككتاب تاريخي على الأقل يقرأ القصة فيه في ككتاب تاريخي حتى لو ما بيقبلهوش كوحي مقدس. قد جاء في السجلات إن أرميا النبي أمر أهل الجلاء أن يأخذوا النار اللي هي النار المقدسة اللي هي مبني عليها حتى الآن عيد الهنكة، كما ذكر وكما أمر النبي أهل الجلاء، إذ أوصاهم أن لا ينسوا وصايا الرب ولا تغوى قلوبهم إذ رأوا تماثيل الذهب والفضة وما عليها من الزينة، وحرضهم بمثل هذا الكلام على أن لا يزيلوا الشريعة من قلوبهم. وجاء في هذه الكتابة أن النبي بمقتضى وحي صار إليه أمر أن يذهب معه بالمسكن والتابوت حتى يصل إلى الجبل الذي صعد إليه موسى ورأى ميراث الله. ولما وصل أرميا وجد كهفا فأدخل إليه المسكن والتابوت ومذبح البخور ثم سد الباب. فأقبل بعض من كانوا معه ليسموا الطريق، يعني يعلموه يحطوا عليه علامة أمارة يعني، فلم يستطيعوا أن يجدوه. فلما أعلم بذلك أرميا لامهم وقال هذا الموقع سيبقى مجهولا إلى أن يجمع الله شمل الشعب ويرحمهم، وحينئذ يبرز الرب هذه الأشياء ويبدو مجد الرب والغمام أو في الغمام. ركزوا في النقطة دي، يعني يظهر فين؟ على السحاب. ركزوا في الكلمة دي عشان هتيجي لنا بعد شوية بس في سفر تاني، سفر الرؤيا، نفس التعبير كما ظهر في أيام موسى. ده اللي أنا أؤمن بيه بصراحة. لو بتسألني فين تابوت عهد الرب، زيه زي جسد موسى ليس له وجود، تم إخفاءه. ده جبل نيبو اللي المفترض اختفى فيه جسد موسى وأيضا اختفى فيه تابوت عهد الرب. الشاهد الثاني بليز، سفر المكابيين الثاني إصحاح 2 وعدد بداية من عدد واحد، لكن هتلاقي القصة موجودة بداية من عدد 4. سفر المكابيين الثاني إصحاح 2 بداية من عدد 4. أوكي. درون وايت قال انه لا، يعني الجبل اللي وقف عليه موسى هو جبل الجلجوسة. طبعا لا مش قابلها القصة دي، لكن الجبل اللي وقف عليه موسى هو جبل نبو، وده صورة جبل نبو اللي اختفى بعد ما موسى مات واختفى جسده.
ويقول لنا معلمنا يهوذا هذا الأمر في رسالته، وأيضا اختفى تابوت عهد الرب. وأعتقد حسب مفهومي للأعداد دي لن يظهر مرة ثانية إلا حين يظهر بطريقة رمزية أو بظهور معين، زي ما ظهر ربنا على جبل حوريب، زي ما يظهر أيضا الرب يسوع المسيح، ولذلك لن يكون موجود تابوت عهد الرب. وظهور التابوت هيظهر في رؤية أو في إعلان في السماوات. قبل ما انتقل إلى العهد الجديد، يوجد أيضا كتابات قديمة أخرى يهودية بتقول نفس الأمر من الكتابات ما تسمى من مجموعات كتابات قمران، تسمى كتابات ما قبل العهد الجديد. هي كتابات ليست كتابات قانونية، لكن كتابات تاريخية قديمة. أفادت بعض الأسفار والسجلات ما يفيد إخفاء أدوات الخيمة الهيكلية قبل استيلاء البابليين على أورشليم، وورد في كتاب غير قانوني اللي هو كتاب مراسي أرمية، بس مش مراسي أرمية بتاعنا، ده مراسي أرمية تاني غير قانوني موجود في مخطوطات قمران. ما يلي: حسنا يا رب، نعلم الآن أنك ستسلم المدينة إلى أيدي أعدائها، وأنهم سيقودون الشعب إلى بابل، فماذا نفعل بأشيائك المقدسة الخاصة بعبادتك؟ ماذا تريد أن نفعل بها؟ فأجاب الرب: خذها، ده بيكلم ربنا أرميا، واعهد بها إلى الأرض والمذبح قائلا: اسمعي أيتها الأرض صوت الذي خلقك في وفرة المياه، والذي ختمك بسبعة أختام في سبعة أوقات، والذي بعد ذلك ستحصلين على حليتك، احفظي أدوات العبادة في حضور المحبوب. ودخل أرميا وباروخ إلى الهيكل، وعهد للرب بأنية العبادة كما كان الرب قد طلب منهما، وسرعان ما ابتلعتها الأرض. عندها جلس الاثنين وبكيا. كلام ده في سفر مراسي أرميا الغير قانوني، مش مراسي أرميا بتاعنا اللي في الكتاب المقدس، إصحاح 3 وعدد 7 و8 وعدد 14. وبعد أن أخذ أرميا مفتاح الهيكل، خرج من المدينة ورماها في وجه الشمس قائلا: إني أقول لك أيتها الشمس، خذي مفتاح هيكل الله واحفظيها إلى اليوم الذي يسألك عنها الرب، لأننا لم نكن أهلا للاحتفاظ بها، فقد كنت حرسا كنا حرسا غير مخلصين. إصحاح 4 عدد 3 و4. ده في مخطوطات البحر الميت، كتابات ما بين العهدين، جزء الثالث، تحقيق جان ريو، إصدار دار الطليعة الجديدة. أيضا في نبوة باروخ، وده كتاب تاني غير باروخ اللي هو الكتاب القانوني، نبوة باروخ الغير قانوني، يقول: لأني اللي هو الملاك مرسل لكي أعطي أولا الأرض أمرا وأنقل لها ما أمرني به الرب العلي، ورأيت ينزل من في قدس الأقداس ويأخذ منه الوشاح والأفود المقدس ومائدة تابوت العهد والطاولتين وثياب الكهنة المقدسة ومذبح العطور ومذبح البخور والثمانية والأربعين حجرا ثمينا التي يرتديها الكاهن وكفية الأنية المقدسة في الخيمة، وصرخ في الأرض بصوت عظيم: أيتها الأرض، أيتها الأرض، أيتها الأرض، اسمعي كلام القدير، كلام الله القدير، وتلقي الأشياء التي عهد بها إليك واحفظيها حتى الظهور الأخيرة لتعيديها عندما تتلقين أمرا بذلك، حتى لا يستولي عليها الغرباء، لأن الوقت الذي ستسلم فيه أورشليم لوقت معين حتى يقال أنها رحمت إلى الأبد، وفتحت الأرض فيها وابتلعتها. إصحاح 4 عدد 6-10. ده يعني يناسب كلام سفر المكابيين الثاني اللي هو لما بيتكلم على الخيمة والتابوت ومحتوياتها، دخل في الجبل اللي هو جبل نيبو ولم يظهر فيما بعد. السفرين اللي انا اقتبست منهم الاخرانيين دول، ده مش معناهم ان انا بأمن ان هم اسفار موحى بيها، محدش يفهمني خطأ، لا، انا بقول بس قالوا مفهوم تاريخي يتفق مع سفر المكابيين التاني. مكانه الحالي فين؟ في الاخر بعد ما صدعت حضراتكم. مكانه الحالي قاله لنا سفر الرؤيا، وده اصدق حاجه نقدر نتمسك بيها في العهد الجديد، ان التابوت ليس على الارض، ليس في مكان يروح يحفروا ويطلعوه، لا هو في أثيوبيا ولا في أورشليم ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ومش هيظهر زيه زي جسد موسى. لكن زي ما قال لنا سفر المكابين الثاني، قال لنا سفر رؤيا، سفر رؤيا يوحنا صح 11 عدد 19: وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدث بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. ده يتفق مع كلام أرميا النبي، يتفق مع كلام سفر المكابين الثاني، يتفق مع كلام سفر الرؤيا، الثلاثة يدون نفس الفكر. من هنا أقول اللي بينادوا بأن التابوت سيظهر قريبا، هقول لهم يظهر إزاي وتروحوا تنقبوا عليه إزاي، وهو الآن بطريقة رمزية في السماء. معايا؟
البعض هيسألني هل هو بصورته المادية في السماء؟ ما عرفش، زي ما معرفش جسد موسى فين، محدش يعرف دلوقتي يروح يدور جسد موسى فين ويطلعه، برضه تابوت عهد الرب نفس الأمر، لكن هيظهر في رؤية في السماء. بعد انتهيت من تاريخ تابوت عهد الرب وبعض رموزه، حقيقة رموز تابوت عهد الرب ما تنتهيش، كتيرة قوي قوي. ليه عدم لمس التابوت؟ عشان دي هتبقى مهمة للأسبوع الجاي لما نبتدي في الشبهات. لأن التابوت رمز للعدل الإلهي، ورمز لحضور ربنا نفسه، ورمز لربنا نفسه الرب يسوع المسيح في ظهوره على الجبل. عشان كده أي إنسان يقترب إليه ويلمسه بدون دم العهد، زي اللي بيصر يتعامل مع ربنا بدون رحمة ربنا، الإنسان ده بيعاقب. عشان كده بدون المسيح وبدون دم المسيح مش هتقدر توصل. إخواتي الأحباء، مفيش بابين ولا عدة أبواب، ومفيش طريقين ولا كل الطرق توصل. اللي بتسمعوه من كلام من ناس حلوة وتطلع تقول لك كل الطرق توصل لربنا، زي بعض البرامج التلفزيونية اللي بتطلع حاليا، لا، مش كل الطرق توصل لربنا، هو طريق واحد. مش كل البيبان اللي تدخل منها توصلك لملكوت السماوات، هو باب واحد فقط، الرب يسوع المسيح. ربنا لما أراه في السماوات لموسى وفي سفر الرؤيا، يوضح لنا، هنرى مرة أخرى سفر تابوت عهد الرب، هو يشير للمسيح اللي هو منذ الأزل وأتى لدور وصعد ويستمر إلى الأبد. رمز حلول ربنا وسط شعبه، وتوضيح أن ربنا ممكن يستخدم المادة للحلول. عشان كده بكرر لأخويا المسلم، يلي صعب عليك قوي ورافض جدا أن ربنا يظهر في صورة جسد، يتجسد، ياخد جسد لنفسه، رغم أنه هو هيئ لنفسه جسدا، رافض قوي قوي الموضوع ده، صدقني ربنا حب يمهد لك الموضوع ده. فاقرأ عن تابوت عهد الرب، يشرح لك أن ربنا يظهر في صورة مرئية في حاجة مادية، عشان تعرف أنه هو ممكن يظهر في صورة الجسد عشان يتعامل مع شعبه. وعمل الموضوع ده تواضعا منه علشان خاطرك، لأنه لو ظهر لك بصورته الحقيقية هتترعب، وممكن تموت من الرعب والخوف. فبيظهر لك بصورة وديعة ومتواضعة القلب، ما تخافش وما تتخضش، فما يكونش جزاؤه أن أنت ترفضه لأنه ظهر لك بصورة متواضعة، لأن ده ساعتها هيشهد على قساوة قلبك. ربنا كان الأول هيكله حجري، قلبه تابوت خشبي متغطي بذهب رمز للشريعة، وعليه غلاء ذهب يرمز للاهوت، وعليه دم الفداء. في العهد الجديد ربنا جه بهيكل لحمي، قلبه شريعة المحبة، ولاهوته مخفي في الداخل، ومغلف أيضا بدم فداء مخلصنا وإلهنا وفدينا الرب يسوع المسيح. فرمز العهد وعهد الدم هو العهد القديم، هو أيضا العهد الجديد، عهد الدم، بس عهد الدم، دم ربنا نفسه، دم الرب يسوع المسيح. رمز لقوة الله اللي يقدس المادة ويحل من خلال المادة، لكن المادة لا تحده. رمز أيضا للشركة، للتناول، زي ذبيحة العهد القديم، يشير للشركة في جسد ربنا يسوع المسيح ودمه، للتناول من جسد الرب ودمه في العهد الجديد. كان ليه أهمية يذهب، وعشان كده اتكلمنا على جزء تاريخي، إلى فلسطين ليثبت أنه هو ليس إله وثني، مش محتاج الناس تدافع عنه. بقية الآلهة لو شعبها مدافعش عنها يتهدوا، حتى إله الإسلام لو شعبه مدافعوش عنه يهدولهم الكعب ويهدولهم ويسرقولهم الحجر الأسود ويفتتوه. إلهنا مش كده، إلهنا محدش قدر يمد إيده على تابوت عهد الرب حتى لو بدون جيش، لو لوحده، لأنه رمز من رموز الإله الحقيقي اللي حتى يقدر يخلص نفسه. يرمز أيضا لجسد الرب يسوع المسيح اللي مات وقام منتصرا بنفسه على الموت بدون مساعدة من أحد. قدمت شيء بسيط جدا على قد ضعفي، معلش سامحوني أنا إنسان ضعيف، لكن تأكيد أنه محدش يقدر يحصي رموز العهد القديم، وكل اللي يتعمق أكتر يلاقي رموز أكتر وأجمل وأكتر بكتير، حتى في تابوت عهد الرب ومكوناته نفسها، زي معلمنا بولس الرسول ما قال في رسالته العبرانيين صح 9 عدد 5: وفوقه كروبا المجد مظللين الغطاء، أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل،
الوقت ما يسعش ان احنا نتكلم على الحاجات دي كلها بالتفصيل. هسيب لكم برضو في الملف بعض لينكات من مصادر يهودية، معلومات حلوة يهودية عن رموزه، مش بس من فكر مسيحي ولكن كمان من فكر يهودي، اهي قدام حضراتكم، واكتفي بالقدر ده.